مساء الخير على حضراتكم، حلقة جديدة وأسبوع جديد إن شاء الله يكون أسبوع كله انتصارات واحتفالات. طبعا حلقة جديدة من برنامج السادسة، برحب بحضراتكم وألف مبروك وصول النادي الأهلي لنص نهائي كاس مصر. بروفة أخيرة كانت امبارح قبل المباراة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، وكان في مكاسب كتير الحقيقة من المباراة دي، وفي ظل الحقيقة الظروف ومش بنلعب بلعيبة كتير من الأساسيين، ولكن كمان سوء أرضية الملعب، لكن قدرنا ان احنا نحقق الفوز بدري جدا، ولعبتنا عندها من القوة والتركيز والمهارة ان هي تقدر تحسم المباراة بدري جدا. واهم حاجة في المباراة دي ان احنا طبعا ما طلعناش بأي إصابات لا قدر الله، الحمد لله دي أهم حاجة بالنسبة لنا، ده أهم مكسب، غير طبعا عودة رامي ربيعة ووليد سليمان وتألقه بجون عالمي غير ضربة الجزاء.